اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة من المطبخ المصري. كلنا متفقين إن إحنا شاطرين قوي في عملية إن إحنا نعمل صينية بطاطس بالفراخ. صينية بطاطس بالفراخ بتختلف من بيت لبيت، ولكن إحنا شطار فيها. نحط الفراخ سليمة، نحط الفراخ بالجلدة بتاعتها، نحمر الفراخ مسبقا، ني بطاطس وفراخ. أنا هعملها النهاردة بمدرسة المغازي ولكن بالطعم المصري. البطاطس تتقطع كريات والدجاج يتقطع كريات، يعني مكعبات، والاتنين هيتعرفوا على بعض في قلب الحلة ونقدمهم في طاجن أو نقدمهم يخنة اسمها يخنة البطاطس بالدجاج. معانا النهاردة برغل، والبرغل كلنا عارفين من منتجات القمح الصلب، برغل ناعم وبرغل خشن. برغل الناعم بنستخدمه في التبولة، والبرغل الخشن بيخش في بعض الأكلات زي مثلا برغل بتفين، أكلة مشهورة. معايا برغل النهاردة هعمل البرغل بالبصل، أكلة لطيفة وجميلة اسمه طاجن البرغل بالبصل. هاخد شوربة لحمة، شوربة فراخ، لا ده ولا ده، مفيش أي مشكلة. التوابل هي اللي هتحسب الأمر في موضوع البرغل والبصل. الحلو بتاع النهاردة حلو لطيف وجميل، ولكن العصب بتاعه والبطل بتاعه الرز المصري بتاعنا، اسمها حلاوة الرز بالجبنة. دي مشهورة جدا على فكرة، ولكن التكنيك العالي، الفستق الحلبي، مية الزهر، الجبنة اللي تتحط، هل هي عكاوي، هل هي جبنة مشدولة، هل هي جبنة شلش، هي جبنة موزاريلا، التفاصيل جوه حلاوة الجبنة بالرز المصري مع الفستق الحلبي. خلونا مش هنطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل في الحلقة كتير ومعلومة غير معلومة، والمطبخ مصر النهاردة يعني سمع هس. هنروح فاصل صغير أو هتروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل مع بعض. خدت سر الحلقة، معانا صينية الفراخ بالبطاطس هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة، وأنا بهديها كمان للمبتدئين في المطبخ. دايما للمبتدئين في المطبخ خاصة السن الحديث بيعمل الأكلات السريعة واللي هي سهلة التحضير. احنا عايزين نخش في تفاصيل أكلة زي جوز حمام محشين بالفريك، فراخ محشية بالرز، حلة محشي كرنب، حلة محشي ورق عنب، ده مفيش مانع حتى لو مرة كل 15 يوم. معايا النهاردة الفراخ بالبطاطس يخنة. يخنة يعني فيها صلصة طماطم ولطافة، ونشوف نعملها مع بعض ازاي. صدور فراخ، ومعانا بطاطس متحمرة جاهزة، وبصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة. بس خلاص الطعم المصري. البطاطس بتتحمر في الزيت كده بالشكل ده كده اهوت، وبنحضرينها ومجهزينها عشان نكسب وقت. بنجيب البطاطس بنقطعها مكعبات كبيره عشان تبقى ملحمه، وبنحمرها كده. وخلي بالك الاطفال الصغيرين يخشوا المطبخ يلقطوها من غير ما تاخدي بالك، تيجي تدور عليها تلاقيها خلصت، لان بيبقى طعمها حلو، رشه ملح ورشه فلفل وخلص الكلام. هناخد الفراخ نقطعها كريهات صغيره اهو زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، سكينتك حاميه بالشكل ده كده. صدور فراخ ينفع تتعمل بفراخ سليمه يا شيف؟ ينفع، مش هتقول لا، بس خلونا نعملها كده بالطريقه دي كده تبقى لطيفه وحلوه. تقدمي معاها صحن رز ابيض كده حلو، تقدمي معاها شويه برغل اللي هعملهم دلوقتي بالفريك، قصدي بالبصل. فراخ بالشكل كده في طاسه على النار شديده الحراره، اللهم صل على النبي. الاكل دي طبعا هنعمل لها طشه لطيفه كده بالكزبره الخضراء والتومه حلوه. حلوه تمام. الفراخ جاهزه، طاسه اخبارها زيت زيتون ولا سمنه، الاختيار ليك حسب الرغبه. احنا نحط شويه زيت للامانه ومكعب زبده، بس مش هنكتر دون كتير، ومعانا مكعب من الزبده. حلوه، وناخد الفراخ بتاعتنا دي كده نحط عليها بصله حلوه بالشكل ده كده، نحط عليها فص ثوم محترم بالشكل ده كده، ونقلبهم حلو كده البصله والثومه مع الفراخ. مدرسه بقى، تقوم البصلايه والثومه يتعرفوا على صدور الفراخ بالشكل ده كده اهو في قلب الزيت، اللهم صل على النبي. حاجات سريعة كده ولطيفة ولكن تفاصيلها مصرية. ونسيب الفراخ دي يا عم الشيف تتشوح على النار بالشكل ده كده.
ونشيل الحاجة دي من هنا عشان نروق مطبخنا. واحدة واحدة كده عشان مطبخك يبقى رايق. تبقى واقفة رايقة كده وزي الفل. حلوة أوي. نقلب الفراخ مع البصلة والتومة. عشان تتشوح وتاخد لون نغطيها. تقوم تتبخر وتطلع معايا بسرعة. على ما نجهز اللي بعده. أنا معايا حلاوة الرز بالجبنة والفستق. دي بتاخد وقت على النار ساعة زمن شغل. احنا الحلقة بتاعتنا كلها على بعضها تقريبا 50 دقيقة مشفيين. حلاوة الرز بالجبنة عايزة من الطايم في المطبخ ساعة. وما فيهاش مجاملة دي، لازم حباية الرز تاخد وقتها في السوا. طب الشيف عمل ايه؟ نبص مع بعض الإخراج الجميل وأساتذة المصورين حبايبي. جبنا الرز المصري بتاعنا الحلو. اتغسل مرة اتنين تلاتة. وبعد ما غسلناه جيدا حطيناه في مية على النار. دي مرحلة عديناها. ونجيب معلقة خشبية. المعلقة دي ما عداش عليها لا بصل ولا توم، أنا محضرها ومجهزها كده للحلويات. بس المرحلة دي يا اخوانا كده بعد إذن الأساتذة المصورين حبايبي مهمة جدا. الحلو ده عشان تخش المطبخ تعمليه محتاجة بالظبط ساعة زمن. الرز يتغسل مرة اتنين تلاتة وبعدين بتسيبيه فترة طويلة وبعدين تحطيه على النار مع مية بالشكل ده. وصلنا للمرحلة دي. دول قد ايه يا شيف رز اللي على النار دول؟ دول بالظبط كوباية ونص من الرز. حباية الرز دايبة دوب هنا وبايشة وزي الفل. شفت الرز ده؟ الرز المصري. هتقولي لي ريزوتو؟ لا. مهلبية؟ لا. رز بلبن؟ لا. رز بلبن بتبقى حباية الرز باينة فيه، ده مش باين خالص ان هو خالص. حباية الرز معالمها راحت. بالشكل ده كده. بنبدأ نسقط عليه يا عم الشيف الحليب. وياخد غلوة مع الحليب بتاعنا ده كده. زي الفل. نعلي النار عليه. نخليها على النار دي كده. وننزل بالحليب. يعني رز بلبن؟ لا، اصبر على رزقك. زي الفل. ونسيب الحليب يغلي معاها مع السكر بتاعنا الجميل. وادي السكر ينزل عليها كده زي الفل. دي اسمها حلاوة الرز بالجبنة، أو حلاوة الجبنة بالرز. هي المسمى بتاعها كده، حلاوة الجبنة بالرز. أنا بقول حلاوة الرز بالجبنة. الرز ياخد المرتبة الأولى في القمة، لأن الرز المصري هو ده عنوانها. دي مية زهر. نزلنا بمية الزهر على السكر كلهم مع بعض. ونقلب دول كده ونسيبه على النار يغلي. شفت الأكلة دي لطيفة وبسيطة. الفراخ استوت، بمجرد ما بتستوي الفراخ بننزل عليها بالبطاطس. وليك الاختيار، يا اما بالوايت صوص يا اما بالريد صوص. وايت صوص مش هنحط لها غير شويه كريمه لباني. الريد صوص هنحط معلقتين من عصير الطماطم او معجون الطماطم. هي اكله سهله وحلوه، وهنعمل لها الطشه بتاعتها عشان تبقى مصريه ومن ايادي مصريه. كزبره خضراء مع تومه. تحت امرك يا ست الكل. تفاصيل الاكله مصريه. هنغطيها تاني ونسيب الفراخ تستوي. خلي بالك انت في المطبخ بتقلبي بمعلقه في فراخ وتوم وبصل، ياخدك ايدك تنزلي بقى هنا بوظت كل اللي انا بعمله ده. لكنها على جنب كده وابعدها عنك. والمعلقه بتاعتنا اللي بنقلب بقى هنا ده الرز. ودايما خلي في مطبخك حاجات كده علميها. يعني هتلاحظين المعلقه لونها ايديها بيضه وهي خشب. دي انا لما باجي اعمل حلو بستخدمها. حمر كنافه، حمر سميد حلو، اعمل رز بلبن، اعمل مهلبيه، بتساعدني اهي. واقلب كده على النار لغايه لما اللبن يدوب مع الرز، او الحليب يدوب مع الرز ومية الزهر والسكر. هنزل بالجبنة. ايه هي الجبنة يا عم الشيف؟ الاختيار ليك. هما تلات انواع من الجبنة بيصلحوا ان احنا نعمل حلاوة الرز بالجبنة او حلاوة الجبنة بالرز. اخوانا الشوام يعرفوا الكلام ده. ايه هي؟ معانا جبنة مشدولة او جبنة الشلش. دي موجودة عند في المحلات بتتباع بالشكل ده كده، عاملة زي الحلاوة الشعر. جبنة طعمها لطيف جدا، في منها ملح قليل وفي منها ملح كتير. جيبي اللي تجيبيه مفيش مشكلة. انت اعملي تيست لقيتي ملحها كتير حطها في مية ساعة. اوعى تحطها في مية من الحنفية سخنة، لازم تكون المية باردة عشان ما تعجنش منك والمية تمتص الملوحة منها وتبقى معانا بالشكل ده كده. يا اما تستخدمي جبنة موزاريلا برضو لطيفة وحلوة. ما لقيتيش لا ده ولا ده، جبنة عكاوي سعرها غالي شوية زي نفس السعر بتاع الشلش دي او المشدولة دي، بتجيبيها بتتخلصي من الملح وتستخدميها. انا حابب بس اوضح الامور دي علشان لما نحب نعمل الحلو ده الشيف قال مثلا جبنه مشدوله،
مش موجوده في المنطقه او في البلد اللي انا فيها، بجيب الجبنه الموزاريلا، الموزاريلا دي متوفره، او جبنه عكاوي كده احنا بنعلي الموضوع اللي بنعملها كنافه بالجبنه النابلسيه، بنجيبها بنقطعها بنحطها في ميه ساقعه ونتخلص من الملح اللي موجود فيها ونستخدمها، ميه الزهر هنا بقى بتديها شخصيه والسكر، وطبعا هنزينها بالفستق الحلبي. شايفه اهو تغلي بس على النار، بننزل بالجبنه على طول بمجرد ما بتغلي. حلوه. وتخلي بالك تبقى هنا دايمه الاستمرار في التقليب، يعني دايما كده ومن وقت للتاني تقلبي. رز بلبن، مهلبيه، الحاجتين دول مهمين جدا، طالما حطيتهم على النار تبقى التقليب مستمر دايما من وقت للتاني. لانه لو شاط ملوش علاج، دي ما فيهاش، دي كلام يعني، بص بس في شياط هنا ملوش علاج، خلاص باظ هيترمي كله. فهنا خلي بالك بتعد النار وتقلبي من وقت للتاني زي ما انا شغال كده، انا بشم هنا ريحه ميه الزهر اللطيفه وحلوه مع السكر. نبص على الفراخ بتاعتنا اخبارها ايه. زي الفل، شايفين الشوط الصوص اللي نازلين دول؟ تمام، نقلب كده. معانا البطاطس اللي احنا حمرناها، اخبارك ايه؟ تعالي يا حلوه اهي، دي بطاطس اتقطعت كريات، شايفين البطاطس دي اهي بالشكل ده كده اهو. اكله حلوه وانا بحبها، وخاصه لما الفراخ تستوي مع البطاطس، اسيب الفراخ واكل البطاطس بيبقى لها طعم حلو قوي، وبحبها بيضه بصراحه، ما بحبهاش بالطماطم. يعني لو سالتوني يا شيف مغازي بتحبها بايه، بحبها بيضه، بس اعمل لها طشه دلوقتي هتعجبكم قوي على فكره. ايه الطشه دي يا شيف؟ الطشه بتاعه الملوخيه بس بالكزبره الخضراء، توم وكزبره خضراء، واتبلهم وانزل بيهم على الصينيه دي كده. عيني. زي الفل، ونحط شويه الميه بتوعنا، وخلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل اسرار المطبخ المصري بطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمطبخ المصري بطعم تاني. معانا يخنة البطاطس، قلنا لحضراتكم ليك الاختيار، في مشكلة مع الحموضة، في مشكلة مع الكولون، في مشاكل مع صوص الطماطم، ما بحبش الطماطم يا حبيبة قلبي في الأكل، استخدميها وخليها تبقى وايت صوص، تبقى بيضة، ممكن ما تحطيش كريمة لباني عادي، بالشوربة بتاعة الفراخ تبقى لطيفة وجميلة زي ما أنا شغال كده، ولكن الكزبرة الخضراء مع التومة هتغير مع لمها. حلو الكلام؟ بتجيب كزبرة خضراء اهي معانا زي الفل، متقطعة جاهزة ومكعب من الزبده، والثوم الطازه بتاعنا، ومعلقه زيت زيتون مع مكعب من الزبده عشان الزبده ما تتحرقش، وبعمل طشه بقى بتقلب لك كيان البطاطس دي مع الفراخ، بجد بتغير لك طعمها خالص. هعمل ايه بقى يا شيف؟ معانا عود روزماري، اسقطه كده هنا. انا بحب دايما بيسالونا على السوشيال ميديا، الشيف المغازي دايما يستخدم زعتر وروزماري. يا اخوانا الزعتر والروزماري لما المعده بتشم خبر بيهم، روزماري، حبق، زعتر، ريحان اخضر، بتزغرط. ما المعده دي فيها بعض الاكل وسوء الهضم والمشاكل اللي بتواجهنا، اكلنا تين شوكيا اللي هو اكلنا مثلا اكله دسمه شويه، فالمعده بيبقى فيها تخمير شويه. لما بننزل بالفليفر زي ريحان وزعتر وروزماري والحاجات والبردقوش والحاجات دي كلها، بتدي ريحه حلوه للمعده وبتهيئ المعده وبتريح المعده، فليه ما نستخدمهاش دايما؟ مش تبقى الحياه كلها كزبره وشبت وبقدونس، يعني حاولنا نغير شويه. حلو، ادي الزبده مع الزيت، ننزل بالثوم. مطبخ اسهل منه ما فيش، بس هي الفكره كلها ان احنا نشتغل فيه بحب. والتوم بتاعنا بالشكل ده كده، منتظر مننا بعد ما بنخلص الحلقه ان شاء الله، احنا بنعمل لايف بنجاوب على كل الاسئله حتى لو عملنا الاكل قبل كده. انا عندي البطاطس بتغلى على النار اهي، وما اقلبهاش كتير عشان البطاطس ما تتهريش، لان انا عايز في منافسه هنا بين قطعه البطاطس المتقطعه كريات وصدور الفراخ المتقطع كريات، واخد الطعم اهو زي الفل. بحط شويه البهارات الحلوين بتوعي على التومه
اللي انا حاططها يعني معلقه كمون صغيره، مش هحط بابريكا، انا مش عايز اغير اللون بتاع الشوربه، والملح بتاعنا هي السر في الخلطه دي، خلي بالك. فلفل اسود، كل ده شيف زي الفل. نقلب دول مع بعض. لازم تعملي يخله البطاطس بالفراخ بنفس الطريقه دي كده، قولي رايك فيها. هنا بقى في انسجام، انسجام رايق كده مع التومه مع البهارات مع الزبده مع الكزبره الخضراء اللي هتنزل دلوقتي اهو، هو ده. حلو قوي. الخلطه دي على فين؟ اشم ريحتها بس، بتفكرني بالبطاطا الحاره البيروتيه، مشهوره في لبنان. واحد بطاطا حاره 28 دولار مثلا، 30 دولار بطاطا حاره، بتتحمر في الزيت البطاطس، بيسموها هناك بطاطا، بتاخد كزبره خضراء، تومه، دبس الرمان، وادفع يا باشا زي الفل. شايفين الكزبره الخضراء؟ تمام، زي ما هي كده. بنزل بالصلصه بتاعتي دي كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، هو ده. الله، والله يا شيف بسيط جدا. ده كيلو بطاطس بثلاثة تعريف، صدرين فراخ بثلاثة تعريف. ما تقلسوش عليا واسمع كومنتات غريبة لما بقول ثلاثة تعريفة، تعبير مجازي يعلمونا كده على ان الحاجة بسيطة وسهلة في متناول الجميع. مش هتقولوا لي البطاطس على في السوق في متناول الجميع، صدر فرخة ونجيب فرخة نقطعها مكعبات صغيرة مفيش أي مشكلة، عشان بس نوصل للطعم. احنا مش نعمل ديك رومي وعامل فخدة روم فخدة ضاني والجو خالص. حلو الكلام. هناخد الخلطة دي يا عم الشيف زي ما هي كده، اهي زي ما هي. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. مقلبها ومجهزين طبق التقديم واحنا مع بعض. بتاكل صوابعك وراها. دي عايزه ايه يا شيف؟ عايزه رز ابيض، شويه رز بالشعريه، عيش بلدي. هتسيب الفراخ وتاكل البطاطس؟ هتسيب البطاطس والفراخ وتاكل تدوق الصلصه الحلوه دي بالمعلقه؟ زي ما هي كده نغرفها عشان ايه؟ نشوف اللي بعده. نجيب سرفيس حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. يلا يلا، هو ده. يخنة البطاطس بالفراخ او بالدجاج مع الوايت صوص. زلزال في قلب الطبق. هناكل فراخ ولا بطاطس ولا الكزبرة الخضراء بالطعم المصري؟ خلصت الاكل دي يا عم الشيف، نخش على اللي بعده. مكلفتش حاجة. حلو. عايز اعمل دلوقتي طاجن البرغل بالبصل. بصل خير ارضنا، العالم بيحسدنا عليه، خلي بالكم. يعني هنقول ده مش احنا اللي قلنا، القران الكريم اللي قال بصلها وصومها وعدسها حاجات نعم ربنا على المصريين لا تعد ولا تحصى. معانا بصل، معانا برغل غسلناه، وبعد ما اتغسل صفينا الميه منه ومركون على جنب. هشوف نشتغل فيه ازاي. حلو الكلام. وهعمل دلوقتي طاجن البرغل بالبصل زي ما قال الكتاب بالطعم المصري في الطاسه الحلوه دي معانا دي كده اهو زي الفل. بجيب بلانشه، اللهم صل على النبي، ونمسك البصل ده يا عم الشيف نقطعه جوليان. سيبك من المصطلحات اللي احنا مش عارفينها دي، يعني شرايح. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيعة كده عشان تاخد تحميرة حلوة، بس أنا بحب دايما أطلع أسرار البصل ده في قلب الطاسة، فأنا هحمر البصلاية دي من غير زيت ولا زبدة ولا سمنة. هاخد الطعم بتاعها والسكريات بتاعتها والكرملة بتاعتها علشان تقلب لي كيان البرغل. كمان بصل، كفاية دول زي الفل، زي ما هما كده في طاسة سخنة. تركاية كده، جربيها هتلاقي ريحة البصل الأحمر ده كده في قلب الشقة بيتكلم مصر. هناخده زي ما هو كده يا عم الشيف، ونغطي الحلة بتاعتها، اوعى تحط حاجة خالص، زي ما هو كده. ونغطيها. ونرجع لحلاوة الجبنة أو حلاوة الرز بالجبن واحنا شغالين مع بعض. النار، ايه اللي طفاك؟ أنا هشتغل في الحلو وهمسك الجبنة. في الطبيعي انك تكوني حريصة، حلاوة الجبنة بتعملي حلويات فيها مية زهر،
تكوني حريصه في موضوع النظافه وانك انت بتتنقلي من حاجه لحاجه بكل شياكه كده. معانا الجبنه بتاعتنا لاحظت ان احنا نضيفها على الرز مع الحليب مع ميه الزهر مع السكر واحنا شغالين. يلا اللهم صل على النبي. الجبنه دي يا اخوانا في اي سوبر ماركت ممكن تلاقيها على حبه البركه، ما تجيبيش اللي على حبه البركه. حلو قوي. وقلب بقى من واحد براحة كده علشان الجبنة تسيح اهو. شوف هتشد معانا ازاي. يلا خلي بالك نار هادية عشان دي لو شاطت باظت الاكلة دي كده. شفت الجو ده كده شفت الجو ده كده. لسه اوريك دلوقتي الدلع. لسه اهو ده كان رز، ده كان رز، كان رز يا متولي. استاذ احمد مفيش حد اسمه متولي. انا عارف استاذ احمد عوض دلوقتي يقول لك مين متولي ده؟ طلع لي منين ده؟ شايف ده؟ ايه الجمال ده؟ حلو. لسه كل ما الجبنه تسيح كل الجبنه ما تنسجم مع الرز المصري مع الحليب مع ميه الزهر مع السكر. ولسه بقى نزينها بالفستق الحلبي. سعره غالي بس انا مش بخيل، انا جبته. دي تاكل صوابعك وراها. لسه لما تسيح الجبنه بس. حلو. الله. شفتوا دي جميله جدا، اعمليها لاولادك صدقيني بجد. مش لازم تحط فستق وحلب، حط لوز وخلي مزاجك لوز، حط عين جمل، حط جوز الهند، بس يعني انا عايز فستق وحلب عشان تبقى هي زي ما قال الكتاب. عشان لما نروح مطاعم او نروح بعض الاماكن اللي بتعمل الحاجات ديت نبقى احنا نشوف الشيف المغازة عملها على اصولها. النار هاديه، نرجع للبصله بتاعتنا. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اتحرقت؟ مستحيل. بس انا اخدت الطعم بتاع البصل. كاني بشوي بصل. حلو قوي. بنزل بالزيت. هنا البصلايه بتتدلع بقى. خدنا الريحه الحلوه، خدنا امكانياتها، خدنا خيرها في الطعم المشوي الحلو. معانا برغل. برغل ده مغسول وجاهز. هناكل شويه برغل بالبصل. البصل معشق جوه البرغل. كفايه دول. حلو زي الفل. ونقلب كده البصل مع البرغل الجميل الحلو ده كده. بهاراتنا يا عم الشيف، شويه حبهان ممكن نحط شويه الهيل اللي هو الحبهان، انا اسف الهيل المسمى بتاعه حبهان عشان برضو عند العطارين اخواننا. هنا شويه كمون، شويه بابريكا، نحط شويه كركم هنا مفيش مشكله، كركم مفيد للجهاز الهضمي. تعملي طاجن بقى. طاجن ده يعني التوابل اللي انت حباها. فلفل، ملح وفلفل. بس بلاش الزعتر يعني، الاكله دي بريئه من الزعتر. خلي توابلها عربيه. حلو الكلام. ونقلب كده وننزل بميه مغليه. عندك شوربه فراخ انت احسن مني، عندك شوربه لحمه احسن مني، زي ما انت حابه. لسه ما خلصتش. الفص التوم الني هنا من اسرار المطبخ مع المغازي. فص توم ني في قلب الخلطه دي بياخدنا المدرسه تانية خالص. بياخدنا للطعم العربي. وانزل بالميه المغليه. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي الشيف بيحطه. دي هريسه حمراء اللي هي الفلفله الحلوه دي، مش حاميه قوي يعني، هي اسمها هريسه حمراء كده المسمى، بس هي مالهاش علاقه بالشطه خالص يعني. فلفله حلوه. تعملها في البيت او تشتريها جاهزه. واسيب الطاجن ده يغلي على النار، تاكل صوابعك وراه. طاجن البرغل بالبصل، ايه اللي مجمله وايه اللي مديله الشخصيه؟ البصل بتاعنا المصري الحلو بعد ما شويناه نزلنا عليه معلقتين زيت زيتون، نزلنا بالبرغل بالتوابل. هغطيه ونغرف حلاوه الرز بتاعتنا. نجيب سيرفيس حلو كده. نطلع فاصل، هناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع لاسرار المطبخ المصري ولكن بطعم تاني. اوعى تروحوا.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز اعمل ورده حلوه، الورده دي بحطها على وش اليخن كده، اكيد طبعا بتبقى رساله من الحبيب لحبيبته، من الحبيبه لحبيبها. ازاي يا شيف يعني الكلام ده؟ يعني جوزك راجع من الشغل تعبان طول النهار بره، لما يلاقي الطبق بتاعه كده عليه ورده حلوه زي دي كده، بالتاكيد هنا المعاني بتختلف. وهنا الشكل الحلو ده، بيحب الحار، ما تخليش الاكل كله حار. البرزنتيشن او الشكل او الديكور بتاع الطبق مهم جدا، بالتاكيد طعمه وشكله اختلف. ناخد حلاوه الرز نغرفها مع بعض، بنجيب سرفيز ابيض زي ده كده، يلا اللهم صل على النبي، مكانها حلوه كده زي الفل. معايا الفوزد والحلبي، اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا انزل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الطبق ده لما يبرد بقى كده وعليه الفوزد والحلبي، ده يلم العيله كلها. لازم نحط على الطبلية ونرجع زي زمان وأيام زمان الحلوة، طبلية تجمعنا والحديث الحلو الأسري ومشاكلنا تتحل على طبلية واحدة وفي طبق واحد. معانا مين يا ست الكل؟ خلوا بالكم والله العظيم الموضوع مختصر في إن احنا نقول كلمة حلوة، نقول تسلم إيدك يا شيف، هتلاقوا الأكل أصلا طالع حلو طبيعي. دايما أنا مع مبدأ المطبخ كلمة حلوة تسلم، حتى لو الأكل فيه ملحوظة استنى لما تشبع وتقوم كده تغسل ايدك. والله يا حبيبتي النهارده عملت شويه كشري جامدين جدا، بس انت عارفه ان انا ما بحبش الحار يعني يا حنان، يعني المره الجايه قليل الحار شويه. بس خلص الكلام، ممكن تكون قاعد بتاكل بتهوى على بقك وزعلان، بس عادي يعني. حلو الكلام. طيب كده الرز بحلاوه الرز، انا مصمم من ايه حلاوه الرز بالجبنه، المسمى بتاعها في المطبخ الشامي او المطابخ الاخرى حلاوة الجبنة بالرز. أنا بقى عشان مصر ورز مصري وعنوانها الرز المصري، مش زي اليابانيين ناكلين للرز المصري مع إنه بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا منه، أنا بقول حلاوة الرز بالجبن. نشوف مع بعض البرغل، اللهم صل على النبي. إيه الأخبار؟ تعالوا مع بعض البرغل بتاعنا. طعم برغل ما بياخدش وقت كتير في السوى، إحنا كده كده بناكله مع التبولة اللي هي عبارة عن بقدونس طماطم نعناع أخضر من غير العروق، يتفرم ناعم بالسكينة بعد ما يتغسل. تبولة يا أخوانا لما نيجي نعملها بنغسل البقدونس الأول والنعناع الأول، ومعلقتين برغل بنقعهم في شوية مية باردين كده، ونقطع البقدونس والنعناع والبصلة الناعمة والطماطم كل ده زي بعضه، وبعدين ننزل عليهم ببصله ناعمه. وسر التبوله البهار الحلو، اوعى تحط على التبوله كمون ازعل منك، اوعى تحط على التبوله فلفل اسود ازعل منك جدا، اوعى تحط على التبوله كزبره خضراء وكزبره ناشفه ازعل منك، اوعى تحط على التبوله شبت ازعل منك. خلي بالك التبوله بهاراتها حاجتين، بهار حلو وملح وزيت زيتون وعصير حامض. ايه هو البهار الحلو المسمى بتاعه؟ عبد العطار الكوبيبه الصيني. ايه هي الكوبيبه الصيني؟ بالشكل قد حبايه الفلفل كده مرتين، يعني قد حبايه البسله الصغيره. حلو ده البهار، ولونها لون رمادي، بتاخديها متحمصه تطحنيها وتحتفظي بيها ببرطمان، بتعملي مشاوي وعايزه تروحي على لبنان بلد المشويات والجو الحلو حط من الكوبيبه دي. حلو، عايزه تعملي طبق تبوله طبق فتوش حط من الكوبيبه دي، اسمها كوبيبه صيني، يسموها اخواننا في الخليج وفي الدول العربيه البهار الحلو. حلو المعلومه دي مهمه جدا. ناخد الطاجن ده كده، انا بقى في الليله دي كلها الطاجن ده، سريع المضغ سريع الهضم كبار السن حبايبنا اللي بيحبوا ياكلوا بسرعه زي حالاتي، ما بحبش اقعد على الاكل كتير. حلو هو الطبق ده في كل حاجه بقى. دلعني يا شفيق. نازل يتناغم بيتكلم مصري لانه معمول بالبصل الاحمر الحلو اللي انا شويته قبل ما انزل بالبرغل عليه. اللهم صل على النبي. زي الفل، اللهم صل على النبي. لا مش هياخد كزبره خضراء، كزبره خضراء ايه؟ ما حطيت كزبره خضراء على البطاطس،
كزبرة خضراء هنا اللي هنستطعم البصل بتاعنا ولا البرغل هياخدنا في مكان تاني. هو زي ما هو كده، ده كل ما يبرد تاكله يبقى حلو كمان. كل القصة ان انا احط شوية بقدونس على الوش. حلو الكلام؟ اه. مطبخنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده، فيه شوية بساطة سهولة، ولكن كنت حريص ان المبتدئين في المطبخ يعني مش هيجيبوا فرخة سليمة يتخانقوا معاها ويبدأ يخش مبارزة تتقطع ازاي تتعمل ازاي، ونفسها تاكل أكلة من اللي كانت بتعملها مامتها، أو إن هي مرة شافت ماما بتعمل بطاطس بالفراخ عجباها، وإحنا كلنا كناها وإحنا صغيرين وكنا ناكل البطاطس ونسيب الفراخ، مش باكل فراخ يا ماما، ونكبس على البطاطس. عايزة تعمليها بنفس الطعم، هتجيبي الفراخ الصدور تقطعيها والبطاطس تحمريها، الاتنين بيتفقوا مع بعض في حلة واحدة، وما تحطيش طماطم، أنا بحبها كده. عايزاها بالطماطم، معانا طماطم ممكن نحطها. حلو؟ وتعملي الطشه اللي انا عملتها دي. الطشه دي بتاخدك لاكله ماما وتيتا وجدته وكل حاجه، اللي هي كزبره خضراء وتومه على النار، شويه البهارات الحلوين، وننزل بيهم على البطاطس غلوه نرفعها نقدمها مع ورده حلوه، علامه من علامات الحب. واليخني الجميله الحلوه اللي عجباني دي على فكره، اللي هي البرغل مع البصل، جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا توجتها بالخضار، الخضار دايما بيطفي الجمال والطبيعه على المكان. حطينا البصل شوحناه على النار من غير اي ماده دهنيه. عايزه تستفيدي بشخصيه البصل، عايزه تستفيدي بقوه البصل وطعم البصل المصري بالذات، اديله فرصه على النار من غير لا بصل زيت ولا سمنه ولا زبده، هيديك الطعم الحلو. ما اسموش رز بلبن، ما تزعلنيش، لا حلاوه الرز بالجبنه، لا الرز بلبن ازعل منه، دي اسمها حلاوه الرز بالجبنه والفستق والحلبي بالتكنيك العالي اللي انا عملته ده كده، عشان اخواننا كمان الشوام ما يزعلوش، لان الاكله دي معروفه عندهم لطيفه وجميله، وبتلمنا كلنا على طبليه واحده بناكلها بالمعلقه كده. الف انا وشفا، وعايز اقول لحضراتكم المطبخ سهل وبسيط، بس قاعده المغازي بتقول لك ايه؟ مفاتيح السعاده في جيبنا، مفاتيح الحياه الزوجيه في بيتنا في جيبنا، مفاتيح العلاقه الاسريه في جيبنا اللي هو المطبخ، عشان تدور عليهم. خش المطبخ بحب، هتعملي كل حاجه حلوه. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.